قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم حرب باستهدافها مدارس ومستشفيات وأسواقا في محافظة إدلب. وقال المحققون إن القصف العشوائي من جانب قوات النظام قبل وقف إطلاق النار في آذار مارس الماضي أودى بحياة مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية. واتهمت أيضا لجنة التحقيق الأممية هيئة تحرير الشام بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية بلا هدف عسكري مشروع. وأضافت أن اللجنة أن الهيئة أقدمت على إعدام وتعذيب معتقلين كانوا عندها. معنا من الدوحة عبر سكايب فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. فضل، أعرف أنكم اشتغلتم كثيرا في شبكتكم على هذا الموضوع، والإدانة الأممية كانت واضحة. بكل تأكيد، ونحن أيضا ساهمنا بهذا التقرير، ودائما في عملية تشاور مستمرة مع لجنة التحقيق الدولية، وهي مستمرة منذ 9 سنوات، وبشكل خاص أيضا بهذا التقرير. وأنا أعتقد أن هذا التقرير غاية في الأهمية، لأنه في عدة نقاط أستاذ وائل. النقطة الأولى أنه هو حدد بشكل واضح ومباشر مسؤولية القوات الروسية عن ارتكاب جرائم حرب، يعني سمى القوات الروسية، وهي كانت أحد نقاط في الحقيقة النقاش بينه وبين لجنة التحقيق في تقارير سابقة. التقرير السابق أيضا سمى القوات الروسية، التقارير الماضية ما كانت كثير القوات الروسية تظهر، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، لأنه هنا نحن نتحدث عن محققين وليس عن سياسيين، يعني هم غير مسيسين، وولاية لجنة التحقيق تنص على تحديد المسؤولية بشكل واضح وصريح. أيضا النقطة الثانية، نحن بنلاحظ أيضا من 52 هجمة في 17 هجمة على المشافي، 14 هجمه على مدارس، يعني نحن هذا شو عم يورجي؟ عم يورجي حجم البربريه اللي ارتكبتها قوات النظام بعمليات القصف الجوي، وايضا القوات الروسيه، واذا هي تتعمد بشكل واضح وصريح استهداف الاعيان المدنيه المشموله بالرعايه. ايضا تحدث التقرير بالنقطه الثالثه، وهي ايضا مهمه، عن جريمه التشريد القسري، تشريد مليون سوري، ما عم نحكي عن تشريد بضعه مئات، مليون، وهذا رقم مرعب بالحقيقه، شردوا إضافة إلى مشردين سابقين، لأنه التقرير عم يغطي الفترة بآخر 2019، مثل ما بنعرف الهجوم الأخير اللي صار على إدلب إلى بداية آذار، وهذا تقرير خاص بالحقيقة، بس بيحكي عن هي عن الهجمة الأخيرة على إدلب وما حولها، لأنه تقارير اللجنة بالعادة بتكون عامة، ولكن هناك بعض التقارير خاصة، وهذا التقرير هو أوصى به مجلس حقوق الإنسان، طلبه من اللجنة بشكل خاص نتيجة كثرة الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين في إدلب. فضل، عودتنا روسيا والنظام على عدم الاكتراث وتجاهل ورفض كل هذه التقارير الحقوقية الدولية وما أكثرها في الشأن السوري منذ 9 سنوات، هل تعتقدون أن هذا التقرير ستختلف تعاطي روسيا معه مثلا أم لا؟ الروس هم أكيد سينكرون، يعني ويقولون نحن لم نرتكب أي شيء كما أشرت حضرتك، وأيضا النظام هو أشد إنكارا وكذبا من الروس في الحقيقة. لكن ليس يعني المهم هو أيضا دائما الرواية المضادة للرواية الروسية، وخاصة عندما تأتي من قبل لجنة حيادية لا تأتي من منظمة مثلا مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أو حتى Human Rights Watch، بالرغم من الاستقلالية، لكن عندما تأتي من منظمة الأمم المتحدة ومن محققين من جنسيات متعددة، في الحقيقة هنا نحن نتحدث عن إدانة لا تكاد تقبل التشكيك بحق الروس وبأدلة واسعة في الحقيقة، وهذا بينفي الرواية الروسية بشكل كامل. أيضا هذا التقرير واستثماره سياسيا أمر غاية في الأهمية، لأنه جريمة التشريد اللي حكى عنها التقرير ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسانية، وهذا أيضا بيمنع تأهيل النظام، وأيضا هذه نقطة مهمة فضل. نعم، كنت سأسأل عنها، موضوع الاستثمار السياسي بين قوسين لهذه التقارير الحقوقية، وقد صارت بالأطنان كما تعرف أنت جيدا، كيف يمكن فعلا الاستفادة من هذه التقارير فيما يحكى الآن عن صيغة سياسية ما للحل في سوريا؟ هذا سؤال كثير مهم أستاذ وائل، لأنه نحن عم نأكد بهي التقارير والتقارير اللي عم تصدر من لجان التحقيق الأممية أنه النظام ما زال مستمر، يعني هو ما عمل أي خطوة لحتى هو أنت تبدأ أنت وهو بحل سياسي وأشرف، هذا النظام ما زال مجرم، ما زال عم يستمر بنفس الممارسات اللي ارتكبها بال2011 وعلى نحو بربري، وهو مستمر بخيار واسع هو الحسم والحل الصفري العدمي،
إذن والروس هاي الرسالة لازم يفهموها، وحلفاء النظام إنه هذا النظام هو ميؤوس من التعامل معه، وهو ما بيفهم غير لغة الإجرام، وبالتالي هذا ممكن استثماره سياسيا، إنه ما في أي دولة ترجع تعمل علاقات مع نظام متورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية، لأنه هذا بشكل إدانة للدولة نفسها، لأنه هذا هو نوع من أنواع الدعم عندما تمرر له خدمات اقتصادية أو حتى إعادة علاقات سياسية، لأنه عندما يرتكب نظام جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية يجب على الدول أن تتحرك وفق المادة واحد من اتفاقيات جنيف، مادة واحد مشتركة، نعم لأنه هي تحارب جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية، هي مسؤولية الدول بالحقيقة نعم وليس مسؤولية السوريين وحدهم أنه هن يحاربوا بس النظام السوري، يجب أن تتكافل دول العالم. هي الرسالة هي مو بس للروس، حتى للدول الحضارية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا وغيرها، أنه هي تتحرك، مو بس نحن بدنا نلوم الروس نعم أنه الروس مساندين للنظام، لا، هي مسؤوليتهم أنه هن يوقفوا هي الجرائم ويحاسبوا عليها وينهوها ويحموا المدنيين بكل الإجراءات الممكنة. شكرا جزيلا. فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الدولة.